السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. أسامة توفيق يؤكد أن الجيش لن يستمر في العملية السياسية، ومصطفى تنبور يتهم قحط بالسعي للوصول إلى السلطة على حساب الشعب السوداني. الناظر تركي يرفض أي اتفاق لا يعترف باتفاقية جوبا وحقوق شرق السودان. وكمال عمر يؤكد أن البرهان هو من أصر على تأجيل موعد التوقيع على الاتفاق النهائي. مبارك أردوغان يتهم قوى الاتفاق الإطاري بالسعي للهيمنة على القضاء. وعادل خلف الله يعتبر أن الاتفاق السياسي النهائي مليء بالتناقضات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد القيادي في حركة الإصلاح الآن أسامة توفيق أن الجيش لن يستمر في العملية السياسية ولن توقع قادته على الاتفاق النهائي. وأشار أسامة بحسب صحيفة الانتباه إلى إمكانية انسحاب القوات المسلحة وحزب الأمة القومي من الاتفاق الإطاري والعملية السياسية التي تديرها الآلية الثلاثية، مؤكدا أن الجيش غير مستعد لتسليم كامل الصلاحيات لحكومة تعينها قحط. اعتبر رئيس حركة جيش تحرير السودان مصطفى تنبور أن العملية السياسية الجارية الآن بين المكون العسكري وقحط ستوقع البلاد في مستنقع خطير. واتهم تنبور المجلس المركزي لقحط بالإسراع في إنجاز الاتفاق النهائي بهدف الوصول إلى السلطة على حساب الشعب السوداني، وأن تحديد سقف زمني للتوقيع على الاتفاق النهائي هو محاولة بائسة من قحط للقفز باتجاه تسوية سياسية شاملة. اتهم مستشار رئيس الوزراء السابق أمجد فريد المجلس المركزي لقحط بالسعي للوصول إلى السلطة عبر تقديم تنازلات عديدة للعسكر. واعتبر فريد بحسب صحيفة الصيحة أن العملية السياسية الحالية تواجه عقبات كثيرة، أبرزها استمرار الكتلة الديمقراطية برفض المشاركة فيها، بالإضافة إلى رفض الشعب السوداني لمخرجات هذه العملية، خاصة أن المجلس المركزي يسعى لتقسيم السلطة بينه وبين مكوناته. اعتبر رئيس المجلس الأعلى لنظارة البجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تركا أن أي اتفاق لا يعترف باتفاقية جوبا وحقوق سكان شرق السودان لا يمكن الاعتراف به أو قبوله. وأكد تركا أن مجلس البجا يدعم التحول الديمقراطي في السودان، لكنه لا يؤمن بالتدخلات الخارجية المفروضة على الشعب، مجددا رفضه لما وصفها بديكتاتوريات بعض الأحزاب والجهات السياسية التي تريد فرض نفسها على الشعب. أكد رئيس التيار الإسلامي العريض محمد علي الجزولي أن المعركة اليوم ليست بين المؤتمر الوطني وقحط، بل هي بين مشروع وطني أصيل ومشروع أجنبي عميل. وأشار الجزولي إلى قيامهم بإفشال ما كانت تخطط له قحط حول المشهد السياسي، مبينا أن المعركة ليست حول الانتقال المدني وكيفية حكم الفترة الانتقالية، بل هي معركة تحرير واستقلال من التدخلات الخارجية. أكد مسؤول القطاع السياسي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان هو من أصر على تأجيل موعد التوقيع على الاتفاق النهائي. واتهم عمر المؤسسة العسكرية بالانقلاب على الاتفاق الإطاري عبر تأجيل التوقيع إلى 6 من الشهر الجاري، معتبرا أن ذلك سيسبب نتائج سلبية على الوضع العام في البلاد، مؤكدا أنهم ما يزالوا يحاولون دفع المكون العسكري لاستكمال للعملية السياسية. أكد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة أن الشعب لن يقبل بتفكيك الدولة السودانية وسيعمل على إخراج البلاد من الوحدة التي وقعت فيها. وأضاف رحمة أن القوى الوطنية تعمل على تكوين جبهة وطنية لتحرير البلاد تتكون من القوى الوطنية والقبائل والطرق الصوفية بالسودان. أنا ما بتكلم هنا عن الإسلاميين، ولا بتكلم عن المؤتمر الشعبي، ولا بتكلم عن شوراه، أنا بتكلم عن السودان. هل السودانيين حيقبلوا بحاجة تفكك عور البلد؟ لا. طيب أنتوا بس بتنقدوا؟ لا، نحن ما بننقد. الآن يعني تكونت مجموعة
يعني، وعقدت حوالي حتى الآن 5 اجتماعات، واحتمال أنه تتكون جبهة وطنية. جبهة وطنية أنا بسميها أنه نخلص السودان من هذه الوحدة التي هو دخل فيها. هذه المجموعة الوطنية فيها أحزاب، فيها أفراد، فيها قبائل، فيها صوفية، فيها المجتمع السوداني، ما هي قلة يعني بس شغالة بين أوزون وشارع النيل، لا، دي السودان كله، من شرقه من غربه، من الجنينة لكسلة، من بور سودان تمشي كده لغاية جنوبا يعني الجبلين، كل السودان. فدي الآن الحمد لله ماشية، وإن شاء الله قريبا حتسمعوا في خلال أيام 2 أو 3 هيكون لها ائتمار وحيكون لها قيادة، طور التكوين اتفقوا عليها، وإن شاء الله يعني تخلص السودان من هذا الاستلاب الأجنبي. يعني إحنا الليلة ده والله لو كان جبيل جو إن شاء الله قولي أي حزب، الحزب الشيوعي، حزب البعث وطني سوداني عمل الحكاية دي، أنا حتى ولو كنت ضدها بحترمه. لكن كونه مسألة تكون معمولة من الخارج ومدعومة من جهات ما عندها مصلحة في السودان إلا مصلحة المصلحة الاستراتيجية في خيراته، أو تدخل في الصراع الدولي بين أمريكا وروسيا والصين، السودان بيقى في النص، الحكاية دي بالنسبة لي ما مقبولة من مواطنين سودانيين، من قوة سياسية سودانية. وأذكر هنا حزب واحد، حزب الاستقلال أنا أسميه، الحزب حزب الأمة القومي، كيف يمشي في هذا الأمر وهو الحزب اللي جاب الاستقلال؟ كيف يسمح بأنه السودان يدخل مرة أخرى في بيت الطاعة ويبقى تحت كيتشينر وهو اليد التعليمات؟ يعني فولكر فرقه شنو أسع من كيتشينر؟ خلاص هو اللي بدي التعليمات، هو اللي بيقرر، هو اللي بيقول فلان يجي وفلان ما يجي، هذا غير مقبول. فلذلك هذه الجبهة الوطنية جاءت عشان تخلص السودان من الاستلاب الأجنبي وتحرر قراره، وبعد ذلك الناس لما يلتقوا هدفنا أن يكون في ائتمار أو اجتماع سوداني سوداني، وهذا الاجتماع اللي بيضعوا نجيب الإطاري ونجيب غيره نتفق عليه كلنا، حتى ناس الإطاري الآن الموجودين ما عايزين نعزلهم، لكن ما عايزين يكون في عزل، العزل ده بيؤدي إلى عدم استقرار. قال القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك كاردول أن الاتفاق الإطاري عقد الأزمة في البلاد وناقش قضايا ليست من اختصاص حكومة الفترة الانتقالية. وأضاف كاردول أن قوى الاتفاق الإطاري تريد الهيمنة على القضاء الذي يعد حائط الصد الأخير للدولة السودانية. يا جماعة الشغلة بتاعت الإطار دي هي بتلخبط البلد، نحن شايفينها كده. أول هي بالنسبة لنا مشت تلمست قضايا معقدة وقضايا كبيرة لا يجب أن نناقشها فترة انتقالية. مثلا زي شنو؟ زي مسألة دارين يتدخلوا في السلطات العدلية في البلد، في النيابة، في القضاء، في المحكمة الدستورية. حس إسرائيل بأن نتنياهو ديمقراطية من الأربعينات ما له اهتزت حس، لأنه هو منتخب وجاي يحاول يغير في شنو؟ في القضاء. الدنيا كلها قامت فوق. فإذا ديمقراطية مستقرة زي ديمقراطية إسرائيل دي حاول نتنياهو المنتخب ده يتدخل في القضاء قامت فيه الدنيا، فيبقى إنه إحنا أصلا ما عندنا ديمقراطية، دال ساكت ما عندنا. يبقى إنه الناس زين يرعوا وما يتدخلوا في شنو؟ في سلطات القضاء والعدل وكذا. ده آخر صد أو آخر حائط للصد لشنو؟ للدولة. بعد ذاك ماشيين على الأجهزة الأمنية، الشرطة قاعدين دين حيكونوا تحت شخص سياسي، كذلك المخابرات حيكون تحت شخص سياسي. ما وقف على كده، مشوا حتى على شنو الجيش دين يعملوا إصلاح للقطاع شنو الأمني. نحن رؤيتنا كالآتي، إنه آخر المرحلة الانتقالية دي زي أنت جيت ماشي من الوحدة هنا ماشي الخرطوم، العربية وقفت بيك في 13 خشيت ليك في شنو بيت زور تشرب ليك موية وكده، ما يعني انه البيت ده حقك انت مفروض شنو تمتلك وتقعد شو تشيش حتى البحث. انت عابر، العربية دي ماشية الخرطوم، والعربية دي دورت دي ماشية الانتخابات، ما يجب ان شنو ما يجب انك تقول كده وتقول كده والله انا اشتري البيت ده وده حقي وكده.
فنحن شايفين انه ما في زول عنده شرعيه لا الرئيس لا نائبه لا نحن ذاتنا لا انا اللي بتكلم ده لا غيره ما عندنا شرعيه الان لا برهان لا حمدتي لا المجلس المركزي لا خطه ديمقراطيه كلنا ما عندنا شرعيه الان فقط كل الناس دي حضروا الوضع يستجيبوا لقضايا الكهرباء المويه الخدمات يحفظوا الامن القضايا الروتينيه العاديه اللي بيمشوها المدراء التنفيذيين والضباط بتاع الخدمه المدنيه وضباط الامن والشرطه بعد ده كلنا نحضر وضعنا للانتخابات بعد نمشي الانتخابات تبقى نايف في البرلمان ولشنا السيدة اللاية تخلف رجلك كنايف في البرلمان تبقى عضو في لجنة الأمن والدفاع حتى بعد ذلك تناقش المسألة شو الأمنية ما يزول كل من هب ودفع عن قالي ساكت دير يجي شو يناقش ده رأينا في الكلام ده دير تمشي في مسألة إصلاح العدل برضو في لجنة شنو لجنة العدل داخل شنو البرلمان ما ساكت يعني ما وصلت هنا ساكت وصل هنا دي تجارب إنسانية طويلة شنو الأمد وممارسات وصل هنا يا أخي أفضل حاجة يكون في برلمانات يناقش هذا شنو تفضل. وصف الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله الاتفاق السياسي النهائي بأنه اتفاق مليء بالتناقضات، وأكد خلف الله أن القائمين على هذه العملية يعملون على تكرار تحديد موعد التوقيع عليها بهدف كسب الوقت والتطلع للمزيد من المكاسب السياسية وتعديل ميزان القوى لتحصيل أكبر قدر من المكاسب. أعلن التحالف الأهلي لاسترداد الحقوق عن إغلاق الطرق القومية التي توصل إلى ولاية نهر النيل ولمدة يومين رفضا للاتفاق الإطاري، ودعا رئيس التحالف حامد محمد الشيخ جميع مواطني الولاية للخروج وإغلاق الطرق القومية في سبيل استعادة الكرامة، مطالبا غرفة البصات بعدم تحريك أي حافلة باتجاه الولاية حفاظا على سلامة المواطنين. أغلق أهالي محلية مكدادة بولاية شرق دارفور طريق الإنقاذ الغربي عند مدخل البوابة الغربية للمحلية، وبحسب شبكة الطابية الإخبارية فإن قرار الإغلاق جاء احتجاجا على إنشاء نظارة جديدة لإحدى قبائل المحلية، مبينة أن البصات السفرية المتجهة إلى الخرطوم لم تتمكن من العبور بسبب إغلاق الطريق. وصفت غرفة البصات السفرية إغلاق الطرق القومية لأسباب سياسية بأنه فوضى وسلوك غير حضاري أضر بمصالح المواطنين. وأوضح رئيس الغرفة محمد الطريفي أن إغلاق الطريق القومي يضر بمصالح الشعب والاقتصاد ويخدم أغراض محددة لتحقيق مكسب سياسي، مبينا أن هذه الطرق هي ملك عام للجميع ولا يجب أن تتحكم بها جهة معينة وتستغلها سياسيا على حد تعبيره. أعلنت القوات المسلحة عن مقتل العقيد ركن عبد العظيم عيسى مصطفى على يد عصابة مسلحة بالقرب من منزله في مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور. وأشار المكتب الصحفي للشرطة في تعميم صحفي إلى قيام أربعة مسلحين يستقلون عربة غير مقننة باعتراض العقيد ومحاولة نهبه في محاولة منهم لسرقته، وقاموا بإطلاق النار عليه بشكل مباشر ما أدى إلى مقتله. التقى وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم سفير دولة قطر لدى السودان محمد إبراهيم بغرض بحث التعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين. وقال إبراهيم في تصريح صحفي أن وزارته تتطلع إلى زيادة صادر الثروة الحيوانية الحية والمذبوحة إلى خارج البلاد. العلاقات السودانية القطرية علاقات تاريخية وعلاقات رأسها، ولغاية اليوم بالأخ سعادة سفير دولة قطر بوزارة الثروة الحيوانية تأكيدا على عمق هذه العلاقة بغرض بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين لاستفادة من الفرص المتاحة هنا وهناك وتفعيل الاتفاقيات السابقة بينه وبين دولة قطر. دولة قطر احنا بالنسبة لنا واحدة من الدول المهمة جدا اللي ممكن يكون في قطاع الثروة الحيوانية، واحدة من الأسواق اللي ممكن الآن احنا بنصدر لها وثروة حيوانية حية ومذبوحة. فالآن تطلعاتنا لزيادة حجم الصادر لدولة قطر، لذلك اتسم هذا اللقاء بجزء كبير من
من الحوارات اللي ممكن ان شاء الله حيكون في توسع كبير بالنسبه لصادراتنا من القطاع السلوي الحيواني لدوله قطر. واتفقنا مع الاخ السفير في انه ان شاء الله في المرحله الجايه حيكون في زيارات لرجال الاعمال القطريين، حتى يتم طرح الخارطه الاستثماريه لقطاع السلوي الحيواني للاستفاده منها في مشروعات ان شاء الله نامل في انها تساهم في الاقتصاد السوداني بشكل كبير ويستفاد منها في الدولتين ان شاء الله. حذرت شعبة مصدري الماشية من خصخصة المحاجر البيطرية لصالح من وصفتها بالجهات المحددة عبر اتفاقيات تقوم بها وزارة الثروة الحيوانية. وكشف مقرر الشعبة خالد محمد خير عن وجود ما وصفه بالفساد الإداري والمالي الذي يستهدف قطاع الصادر وارتفاع تكلفة الإنتاج وغياب مكافحة الأمراض والأوبئة واستمرار عمليات التهريب الممنهج للثروة الحيوانية لخارج البلاد. نهاية النشر، هذا تذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. أسامة توفيق يؤكد أن الجيش لن يستمر في العملية السياسية، ومصطفى تنبور يتهم قحط بالسعي للوصول إلى السلطة على حساب الشعب السوداني. الناظر تركي يرفض أي اتفاق لا يعترف باتفاقية جوبا وحقوق شرق السودان. وكمال عمر يؤكد أن البرهان هو من أصر على تأجيل موعد التوقيع على الاتفاق النهائي. مبارك أردوغان يتهم قوى الاتفاق الإطاري بالسعي للهيمنة على القضاء. وعادل خلف الله يعتبر أن الاتفاق السياسي النهائي مليء بالتناقضات. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأسعار العملات. إلى اللقاء.